السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمها عيسى، والنهاردة ان شاء الله هكلمكم عن البلاد بورن باثوجينز. مبدئيا كده في مقدمة بتقول ان حوالي 5.5 مليون من الهيلث كير وركرز بيكونوا عرضة ان هم يصابوا بالبلاد بورن باثوجينز، وده لثلاث اسباب: يا اما ان هم تعرضوا لده عن طريق شارب انجري، او حتى من غير انجري ممكن بسبب مثلا لو هو عنده يعني ترايفل تروما في الميوكس ممبرينز او السكن، ممكن دي برضو تكون سبب ان هو يتنقل له العدوى. وعشان حوالي تلت الاسباب اللي بتسبب للهيلث كير وركرز ان هم يتنقل لهم البلاد بورن باثوجينز هي الشارب نيدلز، علشان كده بدأنا نعمل سيف شارب نيدلز زي مثلا الريتراكتابل نيدلز اللي بتبقى النيدلز بعد ما تستخدم بتبدأ بتدخل جوه السيرنج، او مثلا ان هم عملوا حاجة اسمها اد اون سلايدنج شيلد. الشيلد ده بيبقى على ما استخدم السيرنج بغطيها بيه، او بعد ما اخلص منها يعني بغطيها بيه وبعدين ارميها علشان ما تعملش انجري. في برضو كده يعني حاجة تعتبر برضو مقدمة مش موضع سؤال قوي، يعني ان لازم الهيلث كير وركر يعمل البريكوشنز اللازمة علشان ما يتعرضش ان هو يحصل له عدوى، زي مثلا الهاند هايجين، زي ان هو يحط الشارب نيدلز في الكونتينرز المناسبة ليها، ولو في اي حاجة مكان العيان لازم احطها في الكونتينرز المناسبة ليها. لازم يلبس الكوت، لازم يلبس الفيس ماسك، يلبس الجلوفز، الشيلدز، الشو كافر and so on. تاني حاجة عايزين نعرفها، احنا قلنا من بداية ما بدأنا نتكلم عن البلود بورن باثوجينز. هو يعني ايه اصلا بلود؟ يعني كلمة بلود دي اقصد بيها بلود بس؟ لا، كلمة بلود دي انا اقصد بيها البلود العادي، واقصد بيها اي حاجة بلود كومبوننتس، او اي حاجة مطلعينها من البلود، بلازما، سيرم، او اي حاجة. تاني حاجة، في برضو potential infectious material تعتبر برضو بتقع تحت blood borne pathogens، زي اي fluid يطلع من عيان سواء كان الفلويد ده عليه blood او ما عليهوش blood، زي مثلا السلايفا واليورين، اي human tissue موجود معايا مثلا عينة من العيان ده، او معايا organ من العيان ده، الحاجات دي كلها تعتبر العدوى منهم، تعتبر من ضمن blood borne pathogens. برضو الكالتشر ميديا والتيشو اللي انا واخده من اكسبيرمنتال انيمالز، الانيمال ده كان عنده HIV او هيباتيتس بي فيروس، نفس النظام، تعتبر دي برضو من البلاد بورن باثوجينز. البلاد بورن باثوجينز اللي احنا عارفينها زي مثلا عندنا هيباتيتس سي فيروس، هيباتيتس بي، HIV، الملاريا، السيفلس، البروسيلوسس، بس اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هو الفيرال بس، اللي هو السي والهيباتيتس بي والاتش اي في. بيقول لنا لو انا عندي عيان، لو عندي مثلا هيلث كير وركر بتعرض لانجري من عيان انفكتد، ايه خطر ان هو يتنقل له العدوى؟ الحقيقة ان الارقام دي صادمة شوية. بيقول لو انا عندي عيان HIV وحصل ان هو في مثلا واحد اتشك من الابرة بتاعته، فخطر ان هو يتنقل العدوى 0.3% بس، ولو هو هيباتيتس سي فيروس فهو 1.8، ولو هو هيباتيتس بي فهو اعلى شوية، يساوي من 6 ل 30%. بعد كده بقى هو ده الموضوع بتاعنا، والحقيقه يعني ان احنا كل اللي احنا هنقوله ده اللي مذاكر مايكرو هيكون عارفه كله تقريبا. اول حاجه الهيباتيتس بي فيروس الانكيوبيشن بيريد بتاعته حوالي 120 يوم. عايزين نعرف حاجه عن الهيباتيتس بي فيروس. لو انا دلوقتي عندي عيان ولقيت ان العيان ده جالي، والله انا اتشكيت من حد، تمام، او العيان ده عنده اعراض وانا شكيت ان هو عنده هيباتيتس بي فيروس، ايه اول حاجه بكتبها له كتحليل اقول له روح اعمله؟ اول حاجه بكتبها للعيان هي الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين والاميونوجلوبولين ام انتي بودي كور انتي بودي، تمام. دلوقتي هناخد بس مقدمه بسيطه كده عن الهيباتيتس بي واحنا يعتبر عارفينها.
الهيباتيتس بي فيروس عنده 3 انتيجين، سيرفيس انتيجين وده موجود على السيرفيس بتاع الانفلوب من بره، وإي انتيجين وده موجود على الانفلوب من جوه، وعندنا الكور انتيجين وده موجود على الكابسيد، وعندنا الدي ان اي بتاع الفيروس. دلوقتي عيان الهيباتيتس بي فيروس عنده 2 سيناريوز، يا اما ان هو بعد ما يدخل الفيروس في جسمه ويبقى عنده اكيوت ديزيز يحصل له ريكفري او شفاء من الفيروس، يا اما ان هو بعد ما يدخل الفيروس يقلب بكرونيك ديزيز. طيب المفروض ان العيان بتاع هيباتيتس بي فيروس لما يجي يسالني والله ايه نسبه ان انا اقلب ان المرض بتاعي يكون مزمن، هل النسبه كبيره؟ هتقول له النسبه حوالي 20% بس. تمام، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. اول حاجة عندنا الداي زيرو، في الداي زيرو ده فترة الاكسبوجر للفيروس، يعني واحد جاء انشك من واحد مثلا او من نيدل مثلا بتاعت اي حد، هيبقى عندنا حاجة اسمها الانكيوبيشن بيريد، ودي بتكون حوالي قلنا قد ايه الافرج بتاعها 120 يوم. بعد كده عندنا اول انتجين اللي هو السيرفيس انتجين، احنا عارفين ان السيرفيس انتيجين ده هو اول واحد موجود، يعني اول واحد بره موجود على الانفلوب من بره، فهو اول واحد بيظهر في الدم، واقدر اعمل له تيستينج في الحاله دي. ولما بعمل له تيستينج ده بيدل، يعني لما انا الاقيه في الدم ده بيدل ان الفيروس موجود، وبيدل ان الفيروس انفكشس، يعني العيان ده ممكن يعدي اي حد، يعني بيدل على الانفكتيفيتي بتاعت الفيروس. بعد كده بيظهر عندنا الاي انتيجين، الاثنين بيظهروا في الانكيوبيشن بيريد، بس الاي انتيجين بيظهر في قبل السيمتومز بشويه صغيرين، انما السيرفيس انتيجين بيظهر قبل السيمتوم بشويه حلوين. يعني الاي انتيجين بقى لما بيظهر معناها ان الفيروس مش بس موجود، ده كمان بدا يعمل ريبليكيشن، ولما الفيروس بيعمل ريبليكيشن معناها ان التتر بتاعه هيكون عالي، وبالتالي الفيروس هنا هيبقى مور انفكشس، يبقى بيانديكيت ان الفيروس بيعمل ريبليكيشن وبيانديكيت انفكتيفيتي. رقم 3 عندنا، هل الكور انتيجين بتاع العيان ده هيظهر عندنا في الدم؟ لا، الحقيقه ان الكور انتيجين مش بيتحرك من الليفر، بيفضل موجود في خلايا الليفر، ولكن اللي بنلاقيه بقى نقدر نعمل له ديتكشن في الدم هو الاميونوجلوبولين ام بتاعه. فتالت حاجه بتظهر عندنا هي الاميونوجلوبولين ام بتاعه الكور انتيجين، والاميونوجلوبولين ام ده بوجوده يدل ان احنا عندنا اكيوت انفكشن. بالترتيب كده، اول واحد ظهر هو السيرفيس انتيجين، بعد كده الاي انتيجين عشان ينديكيت ريبليكيشن، واخر حاجه الاميونوجلوبين ام كور انتي بودي علشان ينديكيت اكيوت انفكشن. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا ان اول حاجه هتختفي عندنا هي الهيباتيتس بي اي انتيجين، وبيظهر مكانه الانتي هيباتيتس بي اي انتي بودي، وده بيدل ان الفيروس وقف ريبليكيشن، هو موجود بس وقف ريبليكيشن. تمام، بعد كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الاميونوجلوبولين ام كور انتي بودي هيبدا يقل، وهيبدا هلاقي ان التوتال لسه عالي. ازاي التوتال عالي والاميونوجلوبولين ام قليل؟ ده معناه ان الاميونوجلوبولين جي بقى هنا بقى عالي، بقى زاد الام استبدل بالجي، فالتوتال هو عبارة عن الاميونوجلوبولين ام والاميونوجلوبولين جي. لو لقيت ان التوتال عالي بس الاميونوجلوبولين ام قليل، معنى كده ان انا عندي الجي هو العالي مش الام. الاميونوجلوبولين جي بيدل على حاجتين، اما ان العيان عنده كرونيك ديزيز او ريكفري، وده بيعتمد على هل معاه هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين ولا مش معاه. لو معاه سيرفيس انتيجين يبقى العيان عنده كرونيك ديزيز، لو معاه سيرفيس انتي بودي يبقى العيان حصل له ريكفري. بعد كده عندنا الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين هيبدا يختفي، لكن الحقيقه هتبقى فيه زي بيريد كده هنلاقي فيها ان الانتي بودي ما ظهرش، يعني السيرفيس انتيجين مش موجود والانتي بودي كمان مش موجود،
يعني العيان عنده acute infection والاميون جلوبين الام بتاعه زي ما احنا شايفين كده في الويندو بيريد اللون الاخضر ده موجود. العيان عنده acute infection بس ما عندوش ولا سيرفس انتيجين ولا سيرفس انتي بودي. هل ده يعقل؟ ازاي ده حصل؟ ازاي؟ عن طريق ان في الفترة دي بيكون كمية الانتي بوديز بتكون مساوية لكمية الانتيجينز، فهنلاقي ان كل انتيجين ماسك في انتي بودي مفيش ولا واحد فيهم فري. بالتالي لما اجي اعمل تيستينج مفيش تيست يقدر ان هو يشوف انتيجين ماسك في انتي بودي، هو يشوف الانتيجين لوحده يشوف الانتي بودي لوحده. علشان كده بلاقي ان انا مش عارف اديتكت ولا ده ولا ده. طب امتى هعمل ديتكشن للانتي بودي؟ لما الانتي بوديز تخلص على كل الانتيجينز ويبدا المصنع يصنع لنا انتي بوديز جديده، بالتالي ايه اللي هيحصل؟ هبدا اعمل لها ديتكشن. كده احنا خلصنا السيناريو الاول. السيناريو الثاني هو ان هو يقلب بكرونيك ديزيز. طيب ده بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا دلوقتي عندي اول حاجه ايه اللي حصل، الهباتيتس بي سيرفيس انتيجين هو اللي ظهر اول واحد، بعد كده الاي انتيجين، بعد كده الاميونوجلوبولين ام. تمام. عدى 6 شهور ولقيت ان العيان ده الهباتيتس بي سيرفيس انتيجين بتاعه لسه موجود بعد 6 شهور، يبقى على طول وش العيان ده قلب بكرونيك ديزيز. هلاقي عنده الايمونوجلوبولين ام بيقل والتوتال مستمر، مما يدل ان الايمونوجلوبولين جي زاد. ده معناه ان العيان ده عنده كرونيك ديزيز. ليه؟ لان الايمونوجلوبولين جي معاه السيرفيس انتيجين. واخر حاجه عندنا هي الهيباتيتس اي انتيجين. الهيباتيتس اي انتيجين في عيانين بيحصل عندهم السيناريو التالي، الاي انتيجين بيفضل مستمر معاهم في الكرونيك ديزيز. ده معناه ان العيان ده عنده الفيروس وبيعمل ريبليكيشن، يعني الفيروس لسه بيأذي الكبد، يعني العيان لسه عنده الديزيز، فهنا هنسميه كرونيك كيس. بعض العيانين بيكونوا انتي بودي ضد الهيباتيتس بي اي انتيجين لو عيان عنده سيرفيس انتيجين مستمر، يعني عنده كورونيسيتي والاي انتي بودي متكون، هسميه كرونيك كارير، يعني الفيروس عنده بس مش بيعمل ريبليكيشن، بالتالي مش بيأذي عنده الليفر، بس ممكن يبقى انفكشس لبعض الناس، بس الانفكتيفيتي طبعا هتكون اقل. يبقى معنى كده ان انا عندي حالتين، اما ان العيان كرونيك كيس اما ان العيان كرونيك كارير. الكرونيك كيس عنده سيرفيس انتيجين واي انتيجين، والكرونيك كارير عنده سيرفيس انتيجين واي انتي بودي. خلينا نقرا الكلام ده بقى. الكلام ده هو بالظبط نفس اللي قلناه في الجراف. بيقول لنا اول حاجه ان الاميونوجلوبولين ام بيانديكيت ان العيان ده عنده اكيوت انفكشن، تمام، في الست شهور اللي فاتوا، وان الاميونوجلوبولين اي معناه ان الفيروس بيعمل ريبليكيشن وانه هاي تتر وبيانديكيت انفكتيفيتي، وان الدي ان اي بيظهر ايرلي في الانكيوبيشن بيريد، يعني بيظهر شويه قبل السيمبتومز بالظبط كده زي الاي انتيجين، هما الاثنين بيظهروا مع بعض وهما الاثنين بيظهروا بعد السيرفيس انتيجين. طب اعمله ديتكشن ازاي؟ عن طريق البي سي ار. بعد كده بيقول لنا ان الويندو بيريد دي عباره عن ان السيرفيس انتيجين والسيرفيس انتي بودي مش موجودين. طب ازاي حصل ده؟ لان هما الاثنين بيكونوا في الزون اوف ايكويفالنس، يعني هما الاثنين قد بعض بالظبط، وبالتالي كلهم ماسكين في بعض، فانا مش عارف اعمل لهم ديتكشن. وان الانتي بودي اللي هو اميونوجلوبولين ام كور انتي بودي بيكون موجود في الويندو بيريد، وهو ده اللي عرفني ان انا في ويندو بيريد، مش ان العيان مثلا ايه ما عندوش حاجه. واخر حاجه بيتكلم عن الكورونيسيتي، بيقول لي ان العيان لما يريزولف من الاكيوت هيباتيتس بي فيروس انفكشن هيكون انتي هيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي، والهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين هيختفي، وده هيانديكيت ان العيان كون لايف لونج اميونيتي، هيفضل عنده مناعه طول حياته.
لكن وجود الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين اكتر من 6 شهور عند العيان ده معناه ان العيان ده حصل له كرونيك ديزيز. واخر سطر بيقول لي ان العيان اللي عنده كرونيك ديزيز ده يكون معاه هيباتيتس اي انتيجين او انتي بودي. لو عنده انتيجين يبقى كرونيك كيس يعني عنده الديزيز، ولو عنده انتي بودي يبقى كرونيك كارير يعني حامل للديزيز. لو احنا بقى طلعنا من كل الكلام اللي قلناه ده بالجدول ده يبقى يكفينا قوي. اول حاجة لو احنا جينا نبص في اول صف هنلاقي ان في عيان ما عندوش اي حاجة خالص، ده عيان طبيعي ما عندوش اي حاجة، ما تعرضش لهيباتيتس بي فيروس في حياته، فهو سيسبتابل للفيروس لانه ما عندوش لايف لونج اميونيتي كده، تمام. ولو جينا نبص على اخر صف هنلاقي ان في عيان ما عندوش غير انتي هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين. طب ده حصل ازاي؟ ده عيان واخد فاكسين. ليه؟ لان الفاكسين بتاع الهيباتيتس بي عباره عن ريكومبيننت هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، يعني باخد بحضر بالهندسه الوراثيه الانتيجين ده، بيكون انتيجين ضعيف بديه للعيان يقوم العيان يكون يعني بدي للشخص يعني يقوم يكون ايه انتي هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين عشان يكون عنده مناعه للفيروس. طب اقول امتى ان العيان ده والله مش محتاج ان انا بقى اديله الفاكسين تاني؟ لو انا لقيت ان الكونسنتريشن بتاع الانتي بودي عنده اكتر من 10 ملي يونت. بعد كده بقى في الصف التاني عندنا عيان عنده الهيباتيتس سيرفيس انتيجين موجود، يبقى العيان ده عنده الفيروس، بيانديكيت وجود الفيروس وبيانديكيت كمان انفكتيفيتي. طيب عنده اي انتيجين يبقى ده بيدل ان الفيروس بيعمل ريبليكيشن. طب العيان عنده التوتال موجود يبقى يا اما عنده ام يا اما عنده جي. لما جينا نبص على ام لقيناه موجود، يبقى العيان ده عنده ام، يبقى هو عنده اكيوت انفكشن. وبما انه عنده الانفكشن وعنده الفيروس يبقى الدي ان ايه هيبقى موجود. لو جينا نبص على العيان اللي يبقى ده اكيوت انفكشن، لو جينا نبص على العيان اللي بعده هلاقي ان السيرفيس انتيجين مش موجود يبقى الفيروس مش موجود، الاي انتيجين مش موجود يبقى هو مش موجود، اكيد مش بيعمل ريبليكيشن. لقيت ان الانتي التوتال انتي بادي موجود يبقى يا اما ام يا اما دي. لو جيت ابص على الام لقيته مش موجود، يبقى التوتال ده معناه ان اللي موجود عندي هو الجي. لقيت كمان ان الانتي هيباتيتس بي سيرفيس موجود، يبقى العيان ده عنده لايف لونج اميونيتي، يبقى ده عيان عنده اميونوجلوبولين جي بس ما عندوش سيرفيس انتيجين، يبقى ده عيان حصل له ريكفري وعنده الانتي هيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي، يبقى عنده لايف لونج اميونيتي. جيت ابص على العيان اللي بعده لقيت السيرفيس انتيجين موجود، يبقى الفيروس موجود، والاي انتيجين موجود يبقى الفيروس بيرابليكيت وكمان انفكشس. وكمان لقيت عنده التوتال موجود يبقى يا اما ام يا اما جي. لما جيت ابص على الام لقيت الام مش موجود، يبقى العيان ده عنده جي. واخر حاجه عنده الدي ان ايه، ما دام العيان عنده دي ان ايه وسيرفيس انتيجين مع الاميونوجلوبولين جي يبقى العيان ده عنده كورونيسيتي. ولما جيت ابص على الاي لقيت ان الاي انتيجين موجود، يبقى العيان ده عنده كرونيك كيس مش كرونيك كارير. بعد كده ان شاء الله هنتكلم على الهيباتيتس سي فيروس. الانكيبيشن بيريد بتاعه الهيباتيتس سي هي عباره عن 9 اسابيع. في نقطه كده هناكد عليها طول ما احنا ماشيين، النقطه دي بتقول ان الهيباتيتس سي فيروس انتي بودي بيتاخر جدا على ما يظهر، بياخد له حوالي شهرين، وكمان في مقوله اخرى بياخد له من 3 لـ5 شهور. خلينا نتكلم عن نفس السيناريوز بالظبط في الهيباتيتس سي فيروس، اللي هو هيباتيتس سي with recovery و هيباتيتس سي with chronicity. دلوقتي عندنا اول حاجة عايزين نعرفها، لو جاي العيان وقال لي بنسبة قد ايه انا ممكن المرض بتاعي يقلب بمزمن، هقول بنسبة 70%، يعني السي بيقلب بكورونيستي بنسبة كبيرة جدا. اول حاجة عندنا بتظهر في هيباتيتس سي فيروس هو ال RNA، بيظهر بعد قد ايه من الاكسبوجر؟ بيظهر بعد حوالي اسبوعين، من اسبوع لاسبوعين كده. بعد كده عندنا اللي بيظهر تاني حاجة هو الانتي بود، ده بياخد له حوالي شهرين
شهرين على ما يظهر، بيتأخر جدا. الالت بيظهر بعد الار ان ايه بشويه صغيرين، وبيبقى شوتينج بيبقى عالي جدا لان احنا في اكيوت ديزيز. لو العيان دخل في سيناريو ريكفري يعني بعد 6 شهور هلاقي عنده الار ان ايه اختفى من الدم، هلاقي عنده الانتي هيباتايتس سي فيروس يعني مستمر، لانه هو كده احنا بنقيس بس الصراحه في الهيباتايتس سي فيروس التوتال يعني مش عارفين اذا كان ام ولا جي، بس هيفضل عندي الانتي بادي موجود حتى بعد الريكفري. واخر حاجه هلاقي الالت طبعا بدا يبقى نورمال. السيناريو التاني اللي هنتكلم عنه هو عيان عنده هيباتايتس سي فيروس وقلب بكرونيك. طبعا اول حاجه عارفين ان الار ان ايه هو اول واحد بيظهر بعد اسبوع او من اسبوع لاسبوعين، لكن بيقول لي ان الار ان ايه في الكرونيك ديزيز هيكمل معايا بقى للاخر تمام. لكن بيقول لي معلومه كده ان الار ان ايه انا مفروض لما اعمله تيست في الكرونيك ديزيز الاقي ان الار ان ايه موجود، بس احيانا ممكن اعمل له تيستينج الاقي ان هو مش موجود، لان احيانا الار ان ايه ده بيحصل له فلكتويشن او بعد بيحصل له دروبز في بعض الاحيان ويرجع يعلى تاني تمام. طيب ايه اللي هيحصل في الالت في الانتي بادي في الكرونيك ديزيز؟ هيكمل عادي برضو، وانا مش هقدر برضو اميز من الانتي بادي لوحده كده العيان ده في كرونيك ديزيز ولا مش في كرونيك ديزيز. لازم ان انا اعمل ايه، ادور على تمام. خلينا نقول فكره كده معينه دلوقتي، انا عندي الانتي بادي موجوده عند العيان، عندي 3 حالات: اكيوت ديزيز، كرونيك ديزيز، او ريكفري. والله يعرف ازاي ان هو اكيوت ديزيز؟ هعرف ان هو اكيوت ديزيز عيان عنده ار ان اي وعنده هيباتايتس سي ما بقالوش 6 شهور، يبقى احنا كده اكيوت ديزيز. طيب اعرف ازاي ان العيان قلب بكرونيك ديزيز؟ عيان عنده ار ان اي وعنده هيباتايتس سي فيروس وعدى عليه فتره 6 شهور او اكتر. طب اعرف ازاي العيان حصل له ريكفري؟ العيان عنده الانتي هيباتايتس سي فيروس بس ما عندوش الار ان اي، والسيناريو ده يعتبر الاقل يعني مفيش يعني عيانين الهيباتايتس سي الريكفر فيهم اقل بكتير من عيانين الهيباتايتس بي. تاني حاجه بقى عندنا الالت، الالت بيبقى شوتينج في فتره الاكيوت ديزيز، لكن في فتره الكرونيك ديزيز بيقل اكتر يعني مش بيوصل للنورمال بس بيقل، وبيحصل له فلكتويشن يعني بيبقى شويه عالي شويه قليل وهكذا. يبقى خلينا نقرا شويه المعلومات دي. بيقول لك ان الانتي هيباتايتس سي فيروس مش بيقدر يميز ما بين اكيوت كرونيك او باست انفكشن لوحده كده، لازم ان انا اعمل معاه ار ان اي وكمان اعمل كورليشن مع المده زي ما احنا اتكلمنا من شويه. بيقول كمان ان في الاكيوت انفكشن ممكن يكون في prolonged interval between the onset of illness وما بين السيرو كونفرجن. يعني ايه السيرو كونفرجن؟ يعني ظهور الانتي بودي بيبقى فيه فتره طويله جدا. الفتره دي حوالي قد ايه؟ حوالي من 3 ل 5 شهور من الاكسبوجر، من 3 ل 5 شهور، مده طويله جدا. ومش معنى ان انا لقيت الانتي هيباتايتس سي فيروس ان العيان ده عنده اكتيف انفكشن، لازم يكون معاه ار ان اي. بعد كده هنتكلم عن الار ان اي. بيقول ان الار ان اي ممكن الاقيه في السيرم او البلازما. طب بلاقيه بعد قد ايه من الاكسبوجر؟ بعد قلنا اسبوع لاسبوعين. بنلاقيه كمان قبل الالت والانتي بودي باسابيع، فهو يعتبر يعني الموست سنسيتيف. لو انا عندي عيان عنده كرونيك هيباتايتس سي فيروس هلاقي ان الار ان اي بيبقى ستيبل، بس مع ذلك خلي بالك ممكن يبقى يحصل له فلكتويشن، ممكن يحصل دروب، ممكن تعمل تيستينج ما تلاقيهوش، وده مش معناه ان العيان حصل له ريكفري. واخر حاجه عندنا بيقول لنا ان ال HCV RNA ممكن يكون ال only evidence of hepatitis C virus infection، يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن الاقيها في دم العيان، يعني ممكن ده في الفتره اللي هي الاولى اللي هو اول مثلا 5 شهور ممكن افضل ما الاقيش عند العيان ده غير ال RNA بس، والانتي بودي بقى يبقى ديتكتد متاخر جدا. دلوقتي ايه هو التست اللي احنا ممكن نستخدمه مع الهيباتايتس سي فيروس؟ اول حاجه ممكن ادور على الانتي بودي اللي هو مش توتال يعني ما ببقاش عارف هو الانتي بودي ده اميونوجلوبين ام ولا جي.
اللي انا بستخدمه هو الإلايزا. زمان كانوا بيستخدموا تيست تاني كده اسمه ريكومبيننت اميونو بلوت اساي او الرايبه، لكن التست ده دي ما بيستخدمش خالص. تمام، اللي بيستخدم هو الإلايزا. يعني بعد كده عندنا الانتي هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، ده بيانديكيت يا اما ان العيان عنده باست انفكشن يعني حصل له ريكفري، يا اما عنده اكيوت او كرونيك انفكشن. انا مش هقدر اميز. فقلنا احنا بنعمل ايه؟ زي ما قلنا لو الانتي بودي معاه ار ان ايه قبل 6 شهور اكيوت، بعد 6 شهور كرونيك، مفيش ار ان ايه وعندي انتي بودي بس، يبقى العيان عنده ريكفري. طيب السنسيتيفيتي بتاعته قد ايه؟ 97%. وعلشان كده هو سنسيتيف بس مش سبيسيفيك، فلو لقيت ان العيان عنده الانتي هيباتيتس سي فيروس بوزيتيف لازم اعمل له كونفيرميشن بتست تاني اللي هو السبليمنتال اساي او الرايبه. ولكن ده ما بقاش يستخدم، بقينا نستخدم مكانه البي سي ار. طبعا هو اصلا الاحسن والافضل هو البي سي ار على طول. بعد كده عندنا الهيباتيتس سي فيروس ار ان اي، بعمله ديتكشن بايه؟ يا اما بكواليتاتيف تيست، يا اما بكوانتيتاتيف تيست، يا اما كمان بعمل جينوتايبنج للعيان. الكواليتاتيف تيست هو ان انا اشوف هو موجود ولا لا، بعمل ريفرس ترانسكريبتيز لان هو نيجاتيف سنس فيروس. تمام، فالنيجاتيف سنس بستخدم له حاجه اسمها ريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار، ده هيقدر يدور لنا على الار ان اي. طب بعمل له ديتكشن امتى؟ بعد اسبوع لاسبوعين من الاكسبوجر. وقلنا ان الار ان اي ده الديتكشن بتاعه ممكن يبقى يحصل فلكتويشن او يكون انترميتنت، يعني ممكن يحصل دروبز في النص. بعد كده عندنا الكوانتيتيف تيست، الكوانتيتيف تيست ده اسمه ايه؟ ريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار امبليفيكيشن. يعني ايه؟ يعني ان انا دلوقتي عايز اعد او اشوف الفيرال لود او كميه الفيروس الموجوده. طب دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انا اقيسه قبل العلاج واقيسه مع العلاج علشان اشوف العيان بيتحسن وبيقل عنده الفيرال لود ولا لا. بعد كده الجينوتايبنج، هل الجينوتايبنج مفيد؟ اه، دلوقتي المفروض ان في عندنا 7 انواع جينيه او 7 جينوتايبز من الهيباتيتس سي فيروس، وكل واحد عنده استجابه للادويه مختلفه، بيختلفوا عن بعض في استجابتهم للادويه. وعشان كده لازم قبل ما اعالج العيان اعمل جينوتايبنج. تمام، طب على سبيل المثال مثلا لو انا عندي جينوتايب 1 اللي هو 1A1B ده موجود في يونايتد ستيتس، ده بنلاقي ان العيانين دولت بخاف عليهم لان العيان ده ببقى عارف ان هو مش هيستجيب للدواء كويس. لكن عندنا في مصر الحمد لله اللي مش مشهور عندنا هو الـ4A، وده بيستجيب للادويه كويس جدا. بس في الحقيقه هو احسن حاجه انا بستخدمها لعيان الهيباتيتس لو انا شاكك في العيان ده بشكل كبير هي الار ان اي. يعني بيقول ان احنا هندور على الانتي بودي. تمام، لقيت الانتي بودي تمام، يبقى لازم اعمل كونفيرميشن، لازم الخطوه دي مهمه، عيان عنده انتي بودي لازم اعمل كونفيرميشن بالار ان اي. تمام، لو عملت كونفيرميشن بالار ان اي لقيت الار ان اي موجود خلاص هعالج العيان. طب لقيت الار ان اي مش موجود يبقى العيان ده ممكن اصلا يكون مثلا كان التست بتاع الانتي بودي ده فولس نيجاتيف مثلا، او اي بوسيبيليتي تانية يعني. فعشان كده يعني ايه هنلجأ لحاجات تانية وندور مع العيان تاني او نعيد التست بتاع الانتي بودي تاني او ايا كان، يعني مش علينا قوي. بعد كده عندنا لو الهيباتيتس سي فيروس انتي بودي نيجاتيف او نون رياكتيف، بيقول لك هتوقف، يبقى العيان ده ما عندوش. يعني عندي واحد مشكوك بدم عيان عنده هيباتيتس سي فيروس، اول حاجه هعملها له هروح ادور على الانتي بودي. مش منطقي قوي، ليه؟ لان الانتي بودي بيظهر بعد شهرين، فيفضل ان انا اعمل له ار ان اي احسن. هما كاتبين هنا ان انا هعمل انتي بودي ولقيته مش موجود هعمل له هوقف له، لكن الحقيقه يفضل ما اوقفلوش واعمل له الار ان اي برضه واتاكد. دلوقتي بقى نيجي نتكلم على الاتش اي في، ايه الحاجات اللي انا ممكن اعمل لها لابنج في الاتش اي في؟ اول حاجه الار ان اي بتاع اتش اي في 1، احنا في عندنا في المايكرو 2 اتش اي في، اتش اي في 1 واتش اي في 2. طبعا انتوا اكيد مذاكرين مايكرو وعارفينهم.
HIV 1 RNA ممكن ادور على الكابسيد بروتين اللي هو البي 24 HIV 1 بي 24 انتيجين، وممكن ادور على ال HIV immunoglobulin M و G. خلينا بقى نتكلم من اول عيان ما يحصل له اكسبوجر لحد ما يظهر عنده كل الماركرز بتاعته. اول حاجة، في حاجة اسمها الاكليبس بيريد. ايه هي الاكليبس بيريد دي؟ الاكليبس بيريد هي البيريد من اول الاكسبوجر للفيروس لحد ظهور الار ان اي. طب دي بتكون حوالي قد ايه؟ بتكون حوالي 10 ايام، حوالي 10 ايام. بعد الاكليبس بيريد عندنا في حاجة اسمها الويندو بيريد. يعني انا دلوقتي عندي الاكليبس بيريد كانت من اول اكسبوجر لحد ظهور الار ان اي. لو احنا جينا نبص تحت هنلاقي ان الويندو بيريد او السيرو كونفرجن ويندو بيريد هي الفترة من اول الاكسبوجر لحد اول ظهور للانتي بادي بالتست اللي انا مستخدمه. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان انا عندي كذا تست بيتست الانتي بوديز بتاعت الاتش اي في. كل تست بالسنسيتيفيتي بتاعته مختلفة، وبالتالي بيكتشف الانتي بودي في وقت مختلف عن التاني. اول ظهور للانتي بودي في كل تست ده يعتبر السيرو كونفرجن ويندو بيريد بتاعت التست ده. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا عندنا في تست إلايزا اسمها الفيرست جنريشن إلايزا. الفيرست جنريشن ده بيدتكت الانتي بودي بتاع الاتش اي في، بس بيعمله ديتكشن بعد 60 يوم، يبقى الويندو بيريد بتاعته 60 يوم. طب السكند جنريشن، السكند جنريشن بتبقى حوالي بعد 49 47 يوم كده. فهنلاقي ان السكند جنريشن الويندو بيريد بتاعته 49 يوم. تمام، الايام مش مهم نحفظ عدد الايام، بس نكون عارفين مين اخر واحد بيعمل ديتكشن وهكذا. يعني مين اول واحد بيعمل ديتكشن واخر واحد بيعمل ديتكشن بالترتيب يعني. لكن الايام بتختلف اصلا من كل جراف للتاني. اخر واحد بيعمل ديتكشن هو اكيد الفيرست جنريشن، لان هو اكيد مش المطور يعني. بعد كده السكند جنريشن الويندو بيريد بتاعته بعد 49 يوم، الثيرد جنريشن بعد 22 يوم، وبعد كده عندنا الفورث والفيفث جنريشن بعد 17 يوم. هنتكلم عنهم بعدين برضو. هنتكلم بعد دلوقتي عن ال RNA. بالنسبة لل RNA التست اللي انا بستخدمه فيه النيوكليك اسيد تست. النيوكليك اسيد تست اللي هو ايه؟ اللي هو البي سي ار. بعمل بي سي ار للبلازما. طيب على ما يظهر ال RNA بحتاج حوالي كام يوم؟ 10 ايام، ودي بنسميها ايه؟ بنسميها ال eclipse period. لازم نكون عارفين ان ال RNA بيظهر قبل الانتيجين وقبل الانتيبادي. زي ما احنا لو لاحظتوا يعني هنلاقي ان ال HIV مشابه جدا ل HCV في السيرولوجي بتاعه، ان ال RNA بيظهر بدري جدا عن الانتيبادي. طب ايه بقى فوائد ال RNA في ال HIV؟ الحقيقة هو فايدته ان انا بستخدمه ان انا اراقب العيان وقت العلاج، برضو زي الهيباتيتس سي فيروس. اشوف اللود بتاعه قبل العلاج واللود بتاعه بعد العلاج. يبقى زي ما احنا شايفين كده ال eclipse period ظهور ال RNA بعد 10 ايام. بعد كده عندنا ال B24 antigen، بعمله detection عن طريق تست اسمه ايه؟ اسامي التست اكيد مهمة، اللي هو الإلايزا. ايه التست اللي اقدر اعمل بيه ديتكشن للانتيجين؟ هو الفورث والفيفث جنريشن. يبقى الفيرست والسكند والثيرد ما بيعملوش ديتكشن للانتيجين، الفورث والفيفث بيعملوا ديتكشن للبي 24 انتيجين. طيب الانتيجين ده بيظهر بعد قد ايه؟ بيقولوا بعد 10 ايام، من 4 ل 10 ايام من ظهور ال RNA. يعني ال RNA بيظهر بعد 10 ايام، بعد ال 10 ايام دول ب10 ايام كمان يظهر ال B24، يعني نقول بعد 20 يوم. لكن الحقيقة ان ال B24 ده ما بيكملش معانا، بيعلى شوية وبعد كده يبدأ يقل تاني لحد اليوم 50 مش هلاقيه خالص،
على الرغم من ان الاتش اي في ده مرض مزمن، الا ان الانتيجين بتاعه مش هيستمر معانا. يبقى زي ما احنا شايفين كده في الصورة، هو بدأ بعد الار ان ايه بحوالي يعني من 4 ل 10 ايام، يعني نقول في اليوم مثلا 17، يلا من اليوم 17 يعني مع الفورث والفيفث جنريشن، تمام. وبعدين ايه اللي حصل؟ زاد زاد زاد، وبعد كده قام قل لحد اليوم 50 مش هلاقيه خالص. بعد كده نيجي نتكلم على الانتي بودي، الاميونوجلوبولين ام والاميونوجلوبولين جي، بعمل لهم ديتكشن عن طريق انهي تست؟ الاليزا برضو، تمام. الاميونوجلوبولين ام بيظهر بعد البي 24 بشويه صغيرين، وبعده بيظهر الاميونوجلوبولين جي، الاثنين بيكونوا موجودين. الفيرست والسكند جنريشن، اسامي الحاجات دي مهمه جدا، الفيرست والسكند بيكتشف الاميونوجلوبولين جي بس، الثيرد والفورث بيكتشف الاميونوجلوبولين ام وجي، والفورث والفيفث بيكتشف الانتيجين والانتي بودي اللي هو الام والجي برضو. وكمان معلومه جديده، الفيفث ده بيكتشف الاتش اي في 1 و2، بيميزهم عن بعض يعني. يبقى اخر حاجه كده على طول عندنا الاكليبس بيريد من اليوم الزيرو لحد اليوم العاشر يبدا يظهر عندنا الار ان اي. بعد كده عندنا كل تيست ليه ويندو بيريد خاصه بيه، عندنا الفيرست جنريشن بياخد له حوالي 50 يوم، والسكند جنريشن 39 يوم، الثيرد جنريشن 22، والفورث والفيفث جنريشن 17 يوم، والانتيجين البي 24 انتيجين 17 يوم. الار ان اي زي ما قلنا بيبقى بعد 10 ايام. بعد كده هنشوف الالجوريثم بتاع عيانين الاتش اي في. لو انا عندي عيان بيشتكي من حاجات حسيت ان هي اتش اي في، او العيان اتشك من عيان عنده اتش اي في، هعمل ايه؟ الحقيقه ان ما بياخدش الار ان اي تيست او النيوكليك اسيد تيست او البي سي ار في الاتش اي في ما بياخدش الابر هاند زي الاتش سي في، لان الاتش سي في التست بتاعه مش غالي قوي زي الاتش اي في، على الرغم ان الاتنين غاليين في النهايه يعني، بس مش بنعتمد على الار ان ايه من اول مره في الاتش اي في. بنعمل ايه؟ بنعمل تست بيجمع ما بين ان هو بيعمل تيستينج للاتش اي في 1 و2 انتيجين وانتي بودي، تست كده على بعضه. ان لقيت ان العيان كل الحاجات دي عنده نيجاتيف مش هكمل خلاص، يبقى العيان ده unlikely. لو لقيت العيان بوزيتيف يبقى انا كده مهم جدا عندي ان انا اعرف العيان ده اتش اي في 1 ولا 2، علشان ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في ان انا اعرف البروجنوزز واستجابته للعلاج، لان احنا عارفين ان اتش اي في 1 استجابته اسوأ من اتش اي في 2. فبعمل تست يقدر يعمل ديفرنشيشن ما بين الاثنين اللي هو الفيفث جنريشن، ممكن يطلع اتش اي في 1، ممكن يطلع اتش اي في 2 بس، ممكن يطلع الاثنين، وممكن يطلع ولا واحد منهم. طيب لو هو طلع ولا واحد منهم على الرغم من العيان في التست في الاول خالص كان طلع بوزيتيف، يبقى انا لازم اتاكد. طب اتاكد ازاي؟ اتاكد بحاجه بقى بتكتشف الايرلي ديزيز اللي هي النيوكليك اسيد تست، تمام. لو عملته ممكن يطلع بوزيتيف ممكن يطلع ايه نيجاتيف. زمان كانوا بيتاكدوا بحاجه تانية، بيتاكدوا بحاجه اسمها الويسترن بلوت تست. الويسترن بلوت تست ده خلاص استبدل دلوقتي بالار ان اي، فما بقاش يستخدم خالص. دلوقتي هنتكلم عن البوست اكسبوجر بروفلاكسس، يعني انا دلوقتي عندي عيان اكسبوزد، هل اول حاجه احلله ولا اول حاجه ان انا اعمل له حاجه بروفلاكسس؟ لا، اول حاجه اعمل له حاجه بروفلاكسس بعد كده اعمل له تحليل. اتش سي في ملوش ريكومندد بروفلاكسس معين، تمام. الاتش اي في لازم نديله 4 اسابيع كورس من 2 او 3 انتي ريترو فيرال دراجز. بحدد الادوية دي على حسب حالة العيان. طب بديها له امتى؟ المفروض اديها له في اسرع وقت، خلال ساعة اكون مديله الادوية. الهيباتيتس بي فيروس العيان لو هو اخذ البروفلاكسس بتاعه هيبقى عنده 0% risk of infection، ولو العيان ما اخدش البروفلاكسس بتاعه يبقى عنده من 6 ل 30% risk of infection، وبالتالي البروفلاكسس بتاعت الهباتيتس بي فيروس بيفرق معايا جدا.
طيب ايه اللي انا بديه للعيان؟ بديله هيباتيتس بي اميون جلوبولين لوحده، يا اما لو العيان ما اخدش الفاكسين وهو صغير، او مثلا التتر بتاع الانتي بودي عنده مش كفايه، ممكن اديله كمان الفاكسين. طيب بديه امتى؟ يفضل يكون في اول 24 ساعه، ولو مش هقدر اديه في اول 24 ساعه لازم يعني ما تاخرش عن اسبوع. وبكده نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا. اتمنى ان ربنا يوفقكم جميعا يا رب، ويكتب لكم الخير كله، وخليكم دايما فاكرين ما اضيق حيلتنا وما اوسع لطف الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.